تفضل طيب، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مولانا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. ازيك يا مولانا؟ مرحبا بكم، حياكم الله. أنا فلسطيني يا خضيف عندكم في مصر، ودي بلدي يعني. يا مرحبا، نصركم الله وسددكم. من غزة. فضل. عم الشيخ الله يخليك، أنا محروم من عيالي. أنا مطلي براتي صلي 8 سنين، وعيالي بيكلموليش، وتعبان أنا، وقاعد في بيتي وحدي بين 4 حيطان. وبحب رمضان وبصلي وبعبد، بصلي بملك الملك اللي في دار السلام، ما سيبهوش، بس ولادي ما بيكلمونيش، عيالي ما بيكلمونيش، مش انا امهم. مقاطعين يعني؟ اسوي يا روح تروح دادات عليهم البيت، قولوا يا البواب ده بيشربونا، بعد ما اخدوا اموالي كلها، البيوت وعبارات باسم امهم. رحت السودان يا واحد، رحت اتجوزت واحده سودانيه، زعلت مني ليش اتجوز سودانيه؟ جيت انا اتحكمت فيها، معيش اقامه. حتى ما طلعت ولا طلعت سابوني اقامه، معيش، دلتني وسويت الاقامه دلوقتي. عملت الاقامه، عملوا لي يا الله يخلي الشعب الحكومه المصريه. انا تعبان يا عم الشيخ، تعبان. نسأل الله تعالى يعني أن يجمع بينه وبين أولاده على خير، وأن يرزقه بر أولاده. أنا فهمت من السؤال أن أولاده تقريبا عاقين له أو مقاطعينه أو ممنوعين عن الذهاب إليه بسبب ما، بسبب أمهم، ده اللي فهمته تقريبا من السؤال. الحقيقة في شهر البر وفي شهر الإحسان، وقمة الإحسان إحسان الإنسان لوالديه، فينبغي على المقاطع، وده كان يمكن الجانب الثاني في التهيئة اللي هي تهيئة الصدور، أن ما يكونش في شحناء ولا بغضاء ولا حقد ولا غل. فإذا كان هذا بين المسلم وأخيه المسلم، أو الإنسان وأخيه الإنسان، فما الحال بالنسبة للابن مع الأب، أو الأبناء مع الآباء؟ فإحنا نوصي الأبناء هؤلاء ونوصي غيرهم بالتواصل العاجل بالآباء وبالأمهات، وأن يرزقوا سلامة الصدور حتى ينعموا بما في القرآن الكريم من سطور في شهر رمضان. فنوصي أمثال هؤلاء بالتواصل مع أبيهم، ونسأل الله تعالى له أن يعني يهنأ برؤية أبنائه، وأن يهنأ بالعيش إن شاء الله سالما آمنا منتصرا في غزة وفي فلسطين إن شاء الله. إن شاء الله. احنا معنا تقرير هنشوف الشارع المصري استعد لرمضان ازاي. نعم.